مساء الخير على حضراتكم، بمسي على حضراتكم كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف، لسه طبعا في أجواء وتغطية خاصة جدا لليورو 2020. خلاص دخلنا على دور النوك أوت، دور الستاشر اللي يمكن شاهد النتائج مميزة جدا ونتائج عجيبة وخروج بعض الفرق اللي كانت مرشحة لهذا اللقب بمباريات كبيرة جدا جدا بنشوفها في دور الستاشر، وما زلنا لسه مع دور الستاشر، لكن كان في كمان يعني حاجات مثيرة جدا جدا أثارت يمكن شغف الصحف العالمية. وإحنا هنا معاكم في المحترف كمان بنحب نرصد كل كبيرة وصغيرة من خلال يورو 2020. تعالوا مع حضراتكم زي ما قلت لكم دور الستاشر ومفاجآته الكبيرة جدا جدا، لكن في 3-4 نقاط كده هنلقي الضوء عليهم بشكل سريع. يمكن أول حاجة معانا في هذه النقاط السريعة بنتكلم على خروج حامل اللقب، طبعا خروج البرتغال حاملة اللقب الماضي، وعلى طبعا ونجمها الكبير كريستيانو رونالدو بطبعا الخسارة أمام المنتخب البلجيكي. زي ما قلت لحضراتكم يمكن المنتخب البلجيكي كمان بيأدي مباراة على المستوى التكتيكي يعني، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين عودة يمكن البرتغال حامل اللقب طبعا بيبقى صعب جدا انك تكون حامل اللقب وتخرج من يمكن دور الستاشر. زي ما حضراتكم شايفين عودة طبعا بعثة المنتخب البرتغالي ومغادرتها لليورو 2020، يمكن ده كان حدث كبير جدا من خلال دور الستاشر. وكمان عندنا في نفس المباراة عنوان يمكن كمان إثارة يمكن كريستيانو رونالدو وإلقاء إشارة الكابتنة كابتن منتخب البرتغال، يمكن في لقطة أثارت يمكن العديد من التساؤلات وغضب بعض الجماهير. زي ما حضراتكم شايفين كريستيانو رونالدو طبعا بعد الخروج بيرمي إشارة كابتن البرتغال أو إشارة القيادة على الأرض في رد فعل يمكن أثار غضب كتير جدا جدا من محبي وجماهير البرتغال. الصور زي ما حضراتكم شايفين رد فعل يعني زي ما بنقول كريستيانو رونالدو نجم كبير جدا، أسطورة كبيرة جدا جدا، لكن يعيبه برضو بعض يعني لما بيخرج عن السيطرة على أعصابه، بيخرج عن النطاق. يعني كانت صورة يمكن زي ما بقول لحضراتكم يعني هو كان نفسه طبعا يكمل البطولة، وإحنا كان نفسنا كريستيانو رونالدو يكون موجود في البطولة، لكن لازم طبعا احترام إشارة، وخاصة إشارة كمان يعني بلد كبيرة زي البرتغال أثارت العديد من التساؤلات. كمان خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا، منتخب الدنمارك اللي يمكن بيبهر العالم كله بأدائه الرائع، والكل كان متوقع حضراتكم فاكرين ان منتخب الدنمارك كان بيمر بحالة سيئة جدا بعد طبعا سقوط اللاعب كريستيان إريكسن، لكن منتخب الدنمارك بيحقق مفاجأة كبيرة ويسجل أكبر نتيجة في دور الستاشر برباعية على فريق ويلز. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن منتخب الدنمارك يعني كمان الناس بتقول هل منتخب الدنمارك هيحقق كمان معجزة 92؟ حضراتكم عارفين منتخب الدنمارك حقق البطولة دي مرة واحدة في تاريخه سنة 92، وكان طبعا بعد إقصائه من البطولة أو ما كانش أصلا مرشح لهذه البطولة، لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بدخل الدنمارك هذه البطولة سنة 92 وفاز بهذه البطولة لأول مرة في تاريخه. هل منتخب الدنمارك يحقق المعجزة ويكرر معجزة 92؟ أعتقد منتخب الدنمارك بنجومه بالدفعة المعنوية قادر أنه يحقق المفاجأة الكبيرة. على مستوى يعني ما بين السطور كده طبعا حارس مرمى البرتغال باتريسيو يمكن كان في الجولات الأولى أو في دور المجموعات كان يمكن حصل على أفضل تصدي في دور المجموعات، طبعا بوبجا طبعا لاعب المنتخب الفرنسي التسديدة كانت رائعة، ولكن كان إنقاذ أكثر من رائع من باتريسيو. النهاردة هل يمر بكبوة؟ فعلا يمكن في بعض الخبراء بيقولوا أو بيحملوا باتريسيو يمكن يعني مسؤولية الهدف اللي دخل في مباراة بلجيكا عن طريق طبعا هازارد الصغير. باتريسيو بيمر بأزمة، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم هو حارس مرمى على مستوى عالي جدا، ولكن تبقى يعني كبوة لحارس مرمى كبير باتريسيو ومسؤولية الهدف بلجيكا الأول عن طريق هازارد الصغير. كمان نتكلم على نجم كبير طبعا جاريس بيل نجم وكابتن منتخب ويلز بعد الخسارة أمام طبعا الدنمارك برباعية، كان بيسجل يعني عن طريق البي بي سي كان بيسجل يعني لقاء
لقاء وهو بيسجل قدامنا. المشكله اللي حصلت يعني هو اتكلم تقريبا دقيقتين ثلاثه، ولكن جه سؤال وقال له المراسل بيساله هل دي هتكون المباراه الاخيره لجاريس بيل، وطبعا لف وشه زي ما حضراتكم شايفين، طبعا ما ردش على السؤال. وبعد كده كمان في بعض يعني بعد المؤتمر دوت او بعد اللقاء دوت علق جاريس بيل وبيقول انا بكره الاسئله الغبيه دي، يعني اشاره لجاريس بيل انه يعني الراجل بيقول له هل دي اخر مباراه ليك، هتعتزل دوليا. ولكن جاريس بيل يعني بغضب شديد جدا بيسيب الميكروفون وبيخرج عن النصر. زي ما بقول لحضراتكم حاجات كتيره جدا جدا في اليورو 2020 دور النوك اوت، بمفاجآت كتيره جدا وما زلنا معاه، واكيد هتكون في مفاجآت كتيره جدا في اليورو 2020.